السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الحلوين، تعالوا كده نعمل مراجعة على منهج الماس بتاع الصف الرابع الابتدائي. أول حاجة عندنا في المنهج كده بيتكلم على الفاليو والبليس فاليو. طب إيه هي الفاليو والبليس فاليو دي؟ أول حاجة لازم تحفظ معايا البليس فاليو: وانس، تنس، هندرد، ثاوزند، تن ثاوزند، هندرد ثاوزند، مليون، تن مليون، هندرد مليون، مليارد، لو احنا هنكمل 10 مليارد 100 مليار. يبقى جروب الوانز، بعد كده جروب الثاوزند، بعد كده جروب المليون، وبعد كده جروب المليارد او البليون، وكل جروب بتبقى 3 ديجيت، الرقم الاخير هو دون اللي احنا ممكن يبقى ديجيت 1، 2 ديجيت، 3 ديجيت، زي ما يطلع. طب لو هنقرا الرقم زي دون هنقول ايه؟ 7 مليار 794 مليون 798,739. تعالوا نشوف كده بقى الفاليو والبليس فاليو. لو عندنا رقم زي كده بيقول لي write the value and the place value of the underlined digit. عايزين نكتب الفاليو والبليس فاليو بتاع الاندرلايند ديجيت هنا. فاحنا عندنا هنا ال1، عايزين نكتب الفاليو بتاعه. الفاليو ما تتوهش نفسك، هو 1 وحط الباقي كله زيروز. عندك كام ديجيت قدامه؟ 4 ديجيتس، يبقى هتحط بقى 4 زيروز. طب هتقول لي الكوما دي احطها ولا ما احطهاش؟ الكوما مش اساسيه في الحل، الكوما بتساعدني عشان احل المساله. طيب لو انا عايز البليس فاليو، البليس فاليو يبقى هتمشي معايا من الاول: وانس، تنس، هندرد، ثاوزند، تن ثاوزند. يبقى هنا البليس فاليو بتاعي هتبقى كام؟ تن ثاوزند. ومش لازم اكتب الكلمه كامله، ممكن اكتب الاختصار بتاعتها تن ثاوزند. طب هنا الفاليو هتبقى 8، قدامها كام ديجيت؟ ايوه 3 ديجيت، يبقى هنحطهم زيروز. طب البليس فاليو همشي من الاول كده: وانس، تنس، هندرد، ثاوزند. يبقى البليس فاليو بتاعتنا هنا هتبقى ثاوزند. ده بالنسبه للفاليو والبليس فاليو. تعالوا نشوف معانا حاجه تانيه كده. لو مديني ديجيتس زي كده وبيقول لي يوز ذا فولوينج ديجيتس تو رايت ذا لارجست نمبر او بيجست نمبر او جريتست نمبر وسمولست نمبر او لوست نمبر، فانا عايز اكتب اكبر عدد. اكبر عدد هيتكون منهم، هروح انا مرتب الارقام من الكبير، هبدا باللارج 8 4 2 1 0، واشوف اهم حاجه تتاكد يا حبيبي ايه؟ ان هنا هو مديني كام؟ 1 2 3 4 5، انا كتبت كام؟ 5 ديجيتس برضو. طب في السمولست هبدا بالسمول، بس اوعى تقول لي بقى هبدا بالزيرو، ازعل منك. الزيرو في الاول مش هيبقى ليه اهميه، انا كده ما استخدمتوش في الرقم، يبقى احط ال1 بعد كده الزيرو بعد كده 2 4 8، ده كده يبقى الرقم بتاعي. بالنسبه بقى هنا لما نشوف كده عندنا الرقم ممكن نكتبه بكذا فورم: ستاندرد فورم اللي هو يتكتب كده الديجيتس جنب بعض، بنقسمهم كل 3 ديجيت كوما علشان نقدر نقراهم. احنا الجروب الفيرست دي اللي هي الجروب الثانيه بتاعت الثاوزند، جروب المليون، فانا لو هقراه 778,340,821. اكسباندد فورم بكتب كل ديجيت بالفاليو بتاعه، ولسه احنا قايلين الفاليو من شويه اللي هو بكتب ال7 والباقي كله يبقى ايه؟ زيروز. عد قدامه 3 و3 6 و2 8، يبقى عندي 8 زيروز، وبعد كده ال7 اللي بعد كده وبعد كده. دي اسمها اكسباندد فورم ودي ستاندرد فورم. وورد فورم ان انا هكتبه بالوردز: 778,340,821، وممكن اقول اند 21. شورت فورم اللي انا اكتب بقى ايه؟ 778,340,821 اللي هي ايه؟ بقيه الرقم. طب نشوف ايه تاني كده. لو هو مديني الرقم بقى كده وعايز يكتبه بالستاندرد فورم، فانا ممكن ان انا اشتغل ازاي؟ انا هقول الرقم هعده ازاي؟ انا ممكن اكتب اللي هي الحركه بتاعتنا اللي احنا تعودناها، اللي هو نكتب هنا ده رقم 1 وده الديجيت رقم 2 ده الديجيت رقم 4 ده الديجيت رقم، انا بعد الديجيتس دي كلها 1 2 3 4 5، يبقى ده رقم 5، ده الديجيت رقم كام؟ هقعد اعد بقى 1 2 3، لا 3 و 3 و 3، ادي 9 10 رقم 10. الديجيت الاول هيبقى 9،
هو وسع لنفسي كده عشان ما ازنقش نفسي. الديجيت التاني اللي هو 4، الديجيت التالت مش موجود يبقى انا عندي 0. الديجيت الرابع عشان احافظ على الكومه تساعدني برضو هيبقى رقم 1. الديجيت الخامس هيبقى رقم 7. انا عندي بقى السادس والسابع والثامن والتاسع مش موجودين، يبقى عندي 4 زيروز، 1 1 2 3 كمان يبقوا كده 4 زيروز، وبعد كده ال 5. دي طريقه. طب ممكن طريقه ثانيه، هتقول لي ايه؟ هتقول لي يا مستر طب ما هي سهله، ما ال 9 هتيجي هنا هتبقى دي 49 خلاص، وهنا ال 49 يجوا هنا يبقى كده اصبح 1049، يبقى في زيرو هنا اروح منزلهم، وبعد كده ال 1000 هيجي هنا يبقى ال 7 هتنزل، ال 7 دي 10000 هتجي لي هنا يبقى انا عندي 1 2 3 4 زيروز، وبعد كده ال 5. حل بالطريقه اللي تريحك. طب اكتب الرقم ده كده ازاي؟ بيقول لي بقى 4 مليار. اوعى تقول لي 4 مليار يعني اكتب ال 4 واحط المليار ليها 9 زيروز احط 9 زيرو. ده بيقول لي جروب المليارد 4، اروح كاتبها كده 8 مليون، يعني جروب المليون 8. طب ودي لازم تكون 3 ديجيت، يبقى احط لها 2 زيرو على الشمال 11000 11، ودي لازم تكون 3 ديجيت يبقى احط لها زيرو على الشمال. وشايف الكومه بيأكد لي ان انا شغال مظبوط. 91 برضه، ده دي 91 لازم تكون 3 ديجيت، 91 هنا يبقى هنكتب 91 ونحط قدامها 0 على الشمال. اقرا الرقم بعد كده 4 مليار 8 مليون 11091، ده الرقم. عمليه سهله بس انت خد بالك وانت شغال كده على الرقم. في عندنا حاجه اسمها اللي هي الكومبوز والدي كومبوز بتاع النمبرز. ايه هو الكومبوز والدي كومبوز دون؟ الرقم لما يكون موجود بالشكل دون كومبوزنج نمبر means put together، يعني الرقم بالشكل ده، ده كده كومبوز. الديكومبوز اللي هو بيفك الرقم او يحلله اهو، and decomposing numbers means broken apart، يعني يقسمه بدل ما هو مكتوب جنب بعضه كده. دي اللي هي الكومبوز. الديكومبوز ليه تو فورمز، expanded form والطريقه الثانيه بطريقه التايم. يبقى دي الديكومبوز اللي هو يكتبها بالاكسباندد اللي هو الديجيت والباقي كله يبقى زيروز قدامه. طيب الطريقه الثانيه الفايف، بدل ما يعملها 5 مليون يحط 5 وقدامها تايم 1 مليون. الفور بدل ما هي 400000 هتبقى 4 تايم 100000 اند سو اون، بقيه الارقام وطريقه التايم اللي هو بدل ما بيحط الزيروز تايم 1 ويحط الزيروز ايه قدام الرقم اللي جنبها. ماشي، جميل جدا. الراوند بقى اخر حته في الوحده الاولى اللي هو لما بيقابلني سترونج ديجيتس. ايه هي السترونج ديجيتس؟ 5 6 7 8 9 ميك ذا نيكست نمبر بيجر، بيزود 1، اند ذا ويك ديجيتس الارقام الصغيره اللي هي بتعمل ايه؟ بتخلي الرقم ما يتغيرش، doesn't it change the next number اللي هو جنبيه زي ما احنا هنشوف 0 1 2 3 4. يبقى اقل من ال 5 ما بيزودش، 5 or more بيعمل plus 1. راوند تو ذا نيرست 10. طب اعمل الراوند تو ذا نيرست 10 ده ازاي؟ بحدد الاول الديجيت اللي انا هعمل عليه الراوند، اهو عايز 10 احط تحتيه نقطه، ال 1 ده هيبقى 0 اهو، ال 1 ده ويك ما بيزودش يبقى 2 تنزل وال 7 انزل بقيه الرقم. طيب هنا عايز 10، ال 10 اهي الايه؟ ال 5، ال 8 هتبقى 0، ها ال 8 سترونج بتزود 1 يبقى ال 5 دي هتبقى 6، بقيه الرقم ينزل زي ما هو 1 و 6. جميل، اعمل لي بقى هنا راوند تو ذا نيرست 100، ها راوند تو ذا نيرست 100، هحدد ال 100 ديجيت اهو، دول هيبقوا 2 0. يبقى انا عندي لما الرقم يبقى فيه 2 0 افهم ان اتعمل له راوند تو ذا نيرست ايه؟ تو ذا نيرست 100. لما يكون في 0 1 يبقى اتعمل راوند تو ذا نيرست 10. سهله، ده سؤال تاني نعرفه. ال 4 ويك ما بتزودش يبقى هنزل ال 2 بعد كده ال 8 وما يتغيرش الرقم. طب هنا ال 100 احدده، ال 5 وال 7 هيبقوا 2 0 اهم، وبعد كده ال 5 سترونج هتزود الزيرو ده 1 هينزل 1، وبعد كده يبقى بقيه الرقم ينزل 9 وال 5.
round to the nearest thousand، هحدد ال thousand digit، خلاص بقت عملية سهلة. احنا جايب لكم كل الأنواع بتاعتها. عندي كام زيرو؟ قول معايا بقى. أيوة 3 زيرو زين زيرو. وبعد كده ببص على الرقم اللي قبل ال 3 بس، اللي هي ال 7 دي. ال 7 strong، هتزود ال 3 دي هتبقى 4. طيب هنا ال 1000 أهو 3 زيرو. ايوه انا عايزك تسبقني كده وانت بتحل، اهو حط 3 زيرو. بعد كده عندي ال 1 ويك ما بيزودش، ال 6 تنزل زي ما هي. يبقى هنا كده وضحهم بس ان هم 3 زيرو، لازم الرقم يتقري يبقى واضح للي بيصححه او اللي بيقراه. بعد كده هنا بيقول لي راوند تو ذا نيرست 10000، هيحدد ال 10000 هنا. اول حاجه هنحدد الرقم اللي هي ايه؟ ال 9 ال 10000 في الجروب الثانيه، ثاني ديجيت على طول 3 0 ل 4 0، عشان احنا بنعمل 10000. ادي ال 4 0، لازم الكومه؟ لا ملهاش لازمه، المهم تعمل العدد مظبوط. ال 5 ايه؟ سترونج ولا ويك؟ ايوه سترونج. هتزود ال 9 دي هتبقى ايه؟ هتبقى 10. يبقى ال 10 كلها تتحط؟ لا يا استاذ، ده انا بحط 0 وكاري اب 1، يعني بقول بلس 1، يبقى كاري اب 1. يبقى هنا هتبقى دي 3. وبعد كده لو في بقيه رقم ينزل زي ما هو. ال 10000 اللي هي ال 1 4 0، خلاص بقى عرفنا الموضوع دون. ال 4 0 ينزلوا، ال 3 ويك ما بتزودش، يبقى ال 1 ينزل زي ما هو. بكده احنا بنكون خلصنا الوحده الاولى. تعالى الوحده الثانيه، هي الوحده الاولى اللي طويله بس شويه. الوحده الثانيه بيتكلم على الاديشن والسبتراكشن. مش هنشرح العمليه بتاعت الاديشن والسبتراكشن نفسها، ولكن هنقول لك المهم اللي انت متلخبط فيه وعايز تسمعه عشان تجمعه من الوحده دي. هو بيقول لي الكوميوتاتيف بروبرتي بيبدل الارقام، 4 بلس 5 هي 5 بلس 4. يبقى كوميوتاتيف بيعمل ايه؟ بيبدل الارقام. كوميوتاتيف بيعمل ايه؟ بيبدل الارقام. احفظ معايا الكوميوتاتيف يعمل ايه؟ يبدل الارقام. طب الاسوشيتيف؟ الاسوشيتيف اللي فيها الاقواس. اسوشيتيف فيها ايه؟ اقواس. شوف هنا فيها اس وهنا فيها سين، يبقى الاسوشيتيف فيها ايه؟ اقواس. يبقى اللي هي البراكتس او بنسميها برانسيسز، يبقى بيعمل فيها بيبدل وضع الاقواس. 3 بلس 2 بلس 5 equal 3 plus 2 plus 5. طب الاقواس دي وظيفتها ايه؟ الاقواس دي وظيفتها ان في الاول احسب اللي جوه البراكت ده، احسب 2 plus 5 تطلع 7 plus 3 10. طب هنا انا هجمع الاول ال 2 plus 5 ال 2 plus 3 هتطلع كام؟ 5 plus 5 هتطلع 10، ولو جمعت الثلاثه مع بعض 3 plus 2 plus 5 برضه هتطلع 10. Identity property في الاديشن، identity property of addition او يسميه additive identity، هو الزيرو اللي بيطلع لي نفس العدد بتاعي. في عندنا بقى موديل بار، الموديل بار اللي هو زي الرسمه اللي مرسومه هنا في الجدول دي. لو قال لي اكتب الايكويشن بتاعتها، هروح انا كاتب الايكويشن ازاي؟ هكتب الايكويشن ان انا هروح جاي قايل اللي تحت الاثنين دول بلس يساوي اللي فوق، يعني هروح كاتب كده ايه؟ 300 بلس اكس بيساوي 500، هي دي الايكويشن. طب لو قال لي هات السوليوشن، يبقى هقول له الاكس بتاعتي هتساوي ايكوالز ال 500 ماينس 300. اقف بقى معايا هنا كده شويه، وايه نعرف كده نفهم كده، ما دي الكبيره، الكبير بيساوي البلس بتاع الاثنين الصغيرين، او الاثنين الصغيرين البلس بتاعهم يساوي الكبيره، يبقى ده السم ودولت نعملهم بلس يطلع لي اللي فوق. يعني اكتب الايكويشن 300 بلس اكس ايكوال 500. جميل. طب لو انا عايز اعكسها اكتبها 500 ايكوال اكس بلس 300. مظبوط. طب هل اكتبها 300 بلس 200 ايكوال 500؟ لا، لان لما يطلب ايكويشن، ايكويشن معناها ايه؟ يبقى فيها رمز زي الاكس، فيها ارقام، فيها اوبريشنز، وايكوال. لازم اربع حاجات، رمز اكس او ترمزه ايه او ترمزه ال، حسب اي رمز انت عايزه او حسب السؤال ما بيقول. ارقام زي 300 و500، اوبريشنز بلس او ماينس او تايم او ديفايد وايكوالز. طيب الحل بتاعي بقى ايه؟ اكس ايكوال 500 ماينس 300، ولو قال لك سوليوشن لازم تكمل الحل ايكوالز 200. ماشي، ده اللي هو البار موديل والسوليوشن بتاعه. في بعد كده عندنا الوحدات اللي هو كيلومتر، متر، ديسيمتر، سنتيمتر، مليمتر، اللي بنقولها ممكن كمال، محمد، دمه، سمه، موت. فاحنا عندنا
الكيلومتر للمتر، احفظ دول اهم حاجتين، الكيلومتر للمتر 1000 3 0. اشوف مع السهم بنعمل تايم، عكس السهم بتعمل ايه؟ ديفايد. يعني ايه تايم؟ يعني بزود زيروز. يعني ايه ديفايد؟ يعني بشيل زيروز. يبقى كيلومتر للمتر بزود 3 0، ها المتر للسنتي 2 0. دول اهم اتنين، المتر للسنتي 2 0، الكيلومتر للمتر 3 0. طب متر لديسيمتر هتبقى 10، ديسيمتر للسنتيمتر تبقى 10، سنتيمتر للمليمتر 10. لو خد من المتر للمليمتر هيبقى 3 0. احنا بنقولها كمال محمد دمه سنه موت. الكيلومتر للمتر اهم حاجه 3 0، زيها بالظبط الكيلوجرام للجرام، وزيها بالظبط المليليتر للليتر، بيزود 3 0. مع السهم مع الاتجاه بتاعنا بنزود، عكس السهم ديفايد. يعني ايه ديفايد؟ يعني بنشيل زيرو. تعال نحل كده عليها كام سؤال كده عشان نتاكد ان احنا ذاكرناهم كويس. المتر للسنتي في 2 0، يعني ايه في 2 0؟ يعني لازم يكون قدامه 2 ديجيت. فعلا هما 2 ديجيت، يبقى احطهم جنب بعض. ليه؟ كاني بعمل 700، ما دي 2 0 بلس 56، اهو يبقى 756. طب لو كان ديجيت واحد عاديه بقى، يبقى كانك بتعمل 700 بلس 6 يبقى 706. يبقى هي اساسها جايه منين؟ 700 بلس 56. مش لازم تكتب دي، انما تعمل ايه؟ دي فيها 2 0 على طول ببساطه كده، يبقى انا محتاج قدامها 2 ديجيت واحطهم جنب بعض. ال 3 كيلومتر ايكوال كام متر؟ هتبقى 3000، بنزود 3 0. الجرام للكيلوجرام زيها بس بالعكس، وبالعكس احنا قلنا نعمل ايه؟ انت بقى معايا؟ نعمل ديفايد. يعني ايه ديفايد؟ يعني هشيل 3 0، يبقى 6 كيلوجرام. كيلومتر للمتر، يبقى ده محتاج له 3 0، يبقى محتاج قدامه كام؟ ايوه، ها 3 ديجيت. يبقى انا عندي 3 ديجيت، خلاص يبقى انا احط 12384. طب هنا الكيلومتر محتاج ايه؟ 3 ديجيت، ده دول 2 ديجيت بس، يبقى احط لهم زيرو، بقوا 3 ديجيت، خلاص بقت سهله، يبقى 4019. طب هتقول لي هنا انا لازم الجروب الاولاني ده اللي هو بتاع الكيلومتر يكون ديجيت ولا 2 ديجيت ولا 3 ديجيت؟ يا عم زي ما يطلع، ان شاء الله يكون 4 ديجيت، انا محتاج اللي قدامه بس اكمله. الليتر والملي، الله، ده دول زي ايه؟ زي الكيلومتر والمتر، زي الكيلوجرام والجرام، يعني فيهم كام؟ 3 زيرو. احكي لنفسك المسألة زي أنا ما بحكيها كده عشان تحفظها. يبقى أنا هيبقى عندي هنا ده لازم يكون 3 ديجيت، بسيطة نكمله 2 0 على الشمال، حطهم جنب بعض، يبقى 69002. جميل، سهل الجزء دون وبسيط. عندي بقى بعض التحويلات التانية. الويكلي داي 7 دايز، الداي 24 اور، الاور 60 مينت، المينت 60 سكند. بعد كده عندنا اللاين بلوت دون. اللاين بلوت دون بنقول عليه بيبقى عندي تايتل. ايه هو التايتل؟ احفظ الارقام دي واحفظ اللي هي العناوين والاسماء دي، لان ممكن يجي يقول لي ايه وات از ذا تايتل اوف ذيس لاين بلوت. التايتل هو ده العنوان، تايم اوف مينتس ستادد. وات از ذا كي؟ الكي هي الاكس بتساوي كام ستودنت. ممكن تبقى الاكس بالتايم بالمينت بنمبر اوف، حسب المساله اللي هو بيسال عليها. يبقى الكي هي الاكس، التايتل هو ده. وهنا السكيل، السكيل اللي هو بيزوده كل مره. يعني لو قال لي ذا فيرست بوينت 60 اند ذا سكيل از 5، يعني ايه سكيل 5؟ يعني كل مره بيزود 5. يبقى ذا نيكست از ايه؟ 65. The scale is 2 and the first 10، يبقى 10 هتزود عليهم 2 يبقى 12. تعال نشوف سؤال زي كده، بيقول لي A line plot has a scale 3، يبقى كل مرة بيزود ايه؟ 3. ترجم الحاجات كده في دماغك لإيه؟ لواقع أنت عشته قبل كده ومسألة قابلتك قبل كده. The first number on the scale 12، الأولاني 12. There are 5 marks on the line plot. What is the last number on the line plot؟ يعني عندك انت خط كده وايه، وعندنا كام؟ الاولاني 3. The line has a scale، لا السكيل 3 بيزود 3، يبقى كل مره بيزود 3، خلاص اعرف الاولاني 12. وعندنا 5،
طب يبقى هيزود كام مرة؟ هيزود 4، يبقى 4 تايم 3 هيبقى 12، 12 وعندي 12 اللي كانت في الأول يبقى 24. عايز تشوفها كده أو حط 5 علامات، أدي 1 ده محسوب، 2 3 4 5 يبقى لغاية هنا. شوف هيزود كام مرة؟ 1 2 3 4 يبقى 4 تايم 3 12 و 12 يبقى 24. ده كده الوحدة اللي احنا شغالين فيها معانا البريمتر، اللي هي ايه الوحدة بقى الرابعة. دلوقتي الوحدة الرابعة بيقول لي ايه؟ بيقول لي هنا ان احنا بنتكلم على البريمتر والاريا. طب يعني ايه بقى بيتكلم على البريمتر والاريا؟ هما سهلين جدا. بريمتر يعني sum of sides، الصم من بره كده مجموعهم، يعني هجمع اللي بره دول سايد بلس سايد بلس سايد بلس سايد، او سايد تايم 4 عايز تكتبها كده، يبقى ده الاختصار بتاعها. الاريا بضربهم في بعض سايد تايم سايد، او اكتبها اس تايم اس. يمشي الكلام ده على الريكتانجل؟ البريمتر هنا لينس بلس ويدث تايم 2. طب هتقول لي انا هعملهم بلس زي ما انت قلت لي، يبقى هنا لينس بلس ويدث بلس لينس بلس ويدث، صح مش غلط؟ او هعمل لينس تايم 2 بلس ويدث تايم 2. ليه؟ ما انا اللينس عندي اتكرر ايه؟ مرتين، والويتس اتكرر ايه؟ مرتين، يبقى ممكن اعملها لينس تايم 2 بلس ويتس تايم 2. طب هتقول لي ما انا بدل ما اعمل هنا تايم 2 وهنا تايم 2 مرتين، انا ممكن اعمل لينس بلس ويتس واعملها تايم 2. وهنا يبقى في البراكت دون هقول لك ماشي، يبقى لينس بلس ويتس تايم 2 وحافظ على البراكت. والبراكت قلنا معناه ايه؟ ان انا الاول احسب اللي جوه البراكت بعد كده اعمل التايم. الاريا بقى بضربهم في بعض لينس تايم ويتس. ما تيجي نطبق الكلام دون هنا. هو عايز هنا البريمتر والاريا على السكوير والريكتانجل دون. هنا البريمتر ايه؟ احنا قلنا مجموعهم كلهم، يعني ممكن اعمل 5 بلس 5 بلس 5 بلس 5 4 مرات، ماشي. ممكن اعملها 5 تايم 4 لو انا حافظ القانون، يبقى 5 تايم 4 ايكوالز 20، ده ديسيميتر، اروح منزل ايه؟ ديسيميتر. الاريا بضربهم في بعض. تقول لي ما ادانيش السايد ده، اقول لك ما انت عارف ده سكوير يبقى كلهم قد بعض، يبقى 5 تايم 5 يساوي 25 ديسيميتر سكوير، او نقولها ديسيميتر 2. دي الوحده بتاعت الاريا، دي الوحده بتاعت السنتيمتر. يعني ايه ديسيميتر ويعني ايه ديسيميتر سكوير؟ الديسيميتر هو وحده طول، يعني هيبقى كده بس ياخد طول الديسيميتر. الديسيميتر سكوير بيبقى سكوير صغنن كده، السايد بتاعه 1 ديسيميتر من كل النواحي. طب هنا البريمتر، قلنا البريمتر مجموع كل دول، يعني عندي 6 بلس 4 وهيكرروا مرتين، يبقى 6 بلس 4 تايم 2. احسب بقى ايه هنا؟ 6 بلس 4 10، 10 تايم 2 20، الوحدة بتاعتنا سنتيمتر سنتيمتر. الاريا بضربهم في بعض 6 تايم 4 24، والجدول مهم جدا يا حبايبي، سنتيمتر سكوير. هتقولي مش عارف احفظه، هقول لك كل يوم راجع على الجدول مره هيتحفظ لوحده، كل يوم تراجع عليه. طب نشوف بقى هنا اللي هي الفيجرز دي، اللي هي الكومبوزيت فيجرز دي، اللي احنا ممكن نقسمها لتقسيمات معانا. بيعمل ايه؟ يقول لك انا عايز البريمتر. طب عشان اطلع البريمتر لازم السايدز دي كلها تبقى عندي. هشوف السايد ده بكام؟ ده قد ده 3، وده كام؟ قد ده 1، وده كام؟ ده قد ايه؟ قد ده وده وده البلاس بتاعهم، يعني 3. يبقى هقول البريمتر دلوقتي هيبقى 1 بلس 3، انا هبدا من هنا، ابدا معايا 1 بلس 3 بلس 1 بلس 1 بلس 3 بلس 1 بلس 3 بلس 1. طب هتقول لي يا حسين كل دول ازاي؟ احسب الونات الاول 1 2 3 4 5، يبقى عندي انا 5 كده اكتبها على جنب، وبعد كده احسب ال 3 1 2 3 3 تايم 3 9، 9 بلس 4 هيبقى 9 بلس 5 هتبقى 14 سنتيمتر. طب الاريا، الاريا اجيبها ازاي؟ عشان تطلع الاريا اقسم الشكل ده جزئين، اهو يبقى كده وكده. الاريا بتاع الشكل الاولاني اضربهم في بعض 3 تايم 1 بلس الاريا بتاع الشكل الثاني برضه 3 تايم 1، يبقى 3 تايم 1 ب 3، وهنا 3 3 بلس 3 6 سنتيمتر سكوير. ده كده الوحده الرابعه. تعالوا نشوف الوحده الخامسه بتتكلم على التايم ونشوف
ايه هيتكلم عليه هنا ازاي. هنا بقى بيقول لي ايه ريفيجن على التايم كده، بيقول لك التايم خدناه قبل كده في سنه ثالثه وسهله، وخدناه في البلس، احنا قلناه ان هو عندك الكوميوتاتيف بروبرتي اللي هو بيبدل الارقام 9 تايم 3، مش محتاجه ان انا احافظ التيبل ده، بالعكس محتاجه قوه ملاحظه، ونفس اللي احنا قلناه في البلس. يبقى 9 تايم 3 هي 3 تايم 9، مش مهم بقى انها بتساوي 27 ولا كام. البروبرتي هنا كوميوتاتيف بروبرتي، ومش لازم اكتب الكلمه كامله، المفروض يجيبها لي تشوز. طب انت لو هتكتبها كومبليت اختصرها، المهم افهم ان انت كتبت ان انت قصدك تكتب كوميوتاتيف بروبرتي. طيب لو عندك غلطه املائيه مش هنحاسب عليها، مفيش بقى اظن احسن من كده. طب هنا دي اللي هي ثلاث ارقام اللي فيها اقواس، ايوه طالما فيها اقواس بالعربي هنا سين، يبقى هيبقى فيها اس في الانجليش اللي هي كانت الاسوشيتيف، وهنا ايه الرقم اللي ناقص 8، وتبقى اسوشيتيف بروبرتي، واكتبها اس برو 9 تايم 1 هتبقى 9. ده دي كان ايه الاديشن، ايه اللي بيطلع لي نفس العدد؟ كان زيرو. طب هنا ايه اللي بيطلع لي نفس العدد؟ ال1 اللي هو هنسميه بقى ايه هنا ايدنتيتي بروبرتي، ايدنتيتي بروبرتي او مالتيبليكيتيف ايدنتيتي، ممكن اختصر مالتيبليكيتيف، انما ايدنتيتي نكتبها كامله. ومش هيسال في الكلام ده، يعني هو لو هيسالني في البروبرتي اسمها ايه هيجي يقول لي ايه يعني تشوز مش كومبليت، اي حاجه تايم 0 ايكوال 0. طب هنا البي، ايه البي دي؟ ما اتفقناش على كده، يقول لك عادي هو رمز، بدل ما يحط نقط حط لي رمز. ايه اللي في ال 9 ايكوال 9 تايم 8؟ ده دي يعني ال 8 اللي هو كان بيسميها فوق ايه؟ كوميوتاتيف بروبرتي. طب حته بقى ال 10 وال 100 وال 1000 انا بتلخبط فيها، يقول لك سهله جدا، اوعى تفكر ان انت هتتلخبط فيها. انت عندك هنا 160 الايكوال ما بينهم، يبقى الزيرو هنا موجود في التنس، اخصم الزيرو 16، لما يكون التنس جنبها يبقى هي فيها زيرو، زود عليها زيرو 140 وزود كمان زيرو، اظن سهله. التنس عباره عن زيرو، ال100 2 زيرو، ال1000 3 زيرو، ولما يكونوا جنبك الرقم زود عليهم زيروز، ما بينهم الايكوال، يبقى بتخصم الزيروز دول من هناك وتكتب اللي فاضل. طب نشوف حاجة تانية بعد كده، الوحدة الستة بيتكلم على الفاكتورز، الفاكتورز بتاعت ال 12 عشان اكتبها ممكن اجيبها ازاي؟ بالتي تشارت اللي هي اظرف حاجة يعني كده، تبقى 1 تايم 12 و 2 تايم 6 و 3 تايم 4، وبقى كده اروح كاتبهم 1 2 3 4 6 12. يبقى الفاكتورز ايه الحاجات اللي بتطلع لك ال 12؟ اكتبها كده في التي تشارت، وبعد كده تروح ايه عاملها. راجع معايا واحفظ الكلام ده، بيجي يسأل فيه the prime number has only two factors one and itself، اهم اتنين، اهم اتنين اهم اللي هما ايه ال one و itself ونفسه. الله زي البرايم نمبر، انا مش فاكر البرايم نمبر. البرايم نمبرز اللي هي ما بتنفعش تعملها من التيبل الا من 1 و itself، زي ال 2 زي ال 3 زي ال 5 زي ال 7، خد معايا الاود ما عدا ال 9 وال 15 كده، يبقى 11 و 13 و 17، قلنا ال 15 لا و 19. وبعد كده بتكمل بقى ايه، ايه الحاجات اللي ما تقبلش او ما تطلعش من التيبل الا من 1 و itself. في حاجه اسمها كومبوزيت نمبر، الكومبوزيت نمبر از ا هول نمبر جريتر ذان 1 هاز مور ذان 2 فاكتورز، اكتر من ال 1 وليه 2 فاكتورز، زي ايه؟ زي مثلا ال 6 زي ال 9، ال 6 تطلع من 1 و 6 و 2 و 3، ال 9 تطلع من 3 و 3. طيب غير ال 1 وال 9، يبقى ال 9 ليها كام فاكتور؟ 3 فاكتورز 1 و 9 و 3. ال 6 هاو ميني فاكتورز؟ 4 فاكتورز. ساعات يسأل لك ذا نمبر كذا ليه كام فاكتور؟ اكتبهم بعد كده عدهم. ايه الفاكتورز بتاعت ال 6؟ احنا قلنا 4 1 و 6 و 2 و 3 زي ال 12 فوق، عد الفاكتورز بتاعتها. ها ايوه برافو عليك، ايوه ها عدتهم اهو، يبقى 6 1 2 3 4 5 6. 1 is neither prime nor composite، لا برايم ولا كومبوزيت، احنا قلنا اصغر برايم نمبر 2، احنا بدأنا بال 2 يبقى ال 1 وال 0 مش برايم. ليه ولا كومبوزيت؟ لان ما يطلعش الا من 1 تايم 1،
because it has only one factor. 2 is the smallest prime number. All prime numbers are odd except 2 is the only even prime number. يبقى لما يجي يقول لي the smallest prime number 2. The only even prime number 2. The prime number has no odd factors يبقى 2. All prime numbers are odd except 2 is the only even prime number. طب هنا عايز يقول لي بقى greatest common factor لل 12 وال 18 اجيبها ازاي؟ هعمل تي تشارت لل 12 وتي تشارت لل 18 ادي 12 تقول لي عملناها قبل كده هي الارقام بتتكرر 1 و 12 2 2 6 3 3 و 4 طب ال 18 اكتب الفاكتورز بتاعت ال 18 1 وكام 18 2 وكام و 9 ماشي 3 وكام و 6 ماشي 4 ما تنفعش ماشي 5 خلاص هتلاقي 6 خلاص احنا هنكرر نفس الارقام يبقى هنا هو عايز الجريتست كومن فاكتور الجريتست كومن فاكتور اكبر واحد اتكرر معانا ايه جريتست كومن فاكتور اكبر حاجه اتكررت غير الزيرو كام غير ال1 كام هيبقى هيبقى ايه ايوه ال6 لما يجي يقول لي is a common factor of all numbers ايه هو هو ال1 عشان كتبته هنا وكتبته هنا يبقى ال1 is a common factor of all numbers. طب المالتيبلز بكتب المالتيبلز ازاي؟ نيجي كده نشوف المالتيبلز ببدأ بزيرو واروح عامل ايه؟ انت عايز مالتيبلز اوف 7 يبقى زيرو وازود 7 7 وازود 7 14 وازود 7 21 وازود 7 28 وازود 7 and so on. يبقى دي كانها 7 تايم 0 و7 تايم 1 ملتبلايد باي 7 ملتبلايد باي 2 7 ملتبلايد باي 3 عشان كده بيسميها مالتيبل طالعه من ال7 تايم الاعداد لو 6 يبقى 6 تايم 0 6 تايم 1 6 تايم 2 او بتبدا بالزيرو وتعمل كل الارقام ايه بلس الرقم اللي انت بتعمل عليه المالتيبل ليه ده يعني هلاقي ايه هو الكومن مالتيبل اوف اول نمبرز الزيرو is a common multiple of all numbers. طيب يونت 7 اللي هو بيتكلم لي بقى على المالتيبليكيشن والديفيجن بيقول لك لو انا مش هتكلم على المالتيبليكيشن الاوبريشن ازاي؟ انا هكلمك اللي هي الاستراتيجيز اللي بيجي دي لو جاي يسال هيسال ايه؟ هيقول لك الاريا موديل هنا مثلا هيحط لك ايه؟ هيحط لك هنا ايه؟ وهنا هيحط لك بي ويقول لك الاي بتساوي كام والبي بتساوي كام بس فانت عارف ان الاي هتبقى كام في كام ده اريا موديل الله يعني كان الاريا اللي انا بعمل بتاعت الريكتانجل 4 تايم 10 ايكوال 40 طب هنا البي هتبقى كام البي هتبقى ها 4 تايم 2 4 تايم 2 اللي هي هتطلع بكام هتطلع ب 8 طب يقول لك دي الاوبريشن دي كام في كام اساسا 4 تايم الاثنين دول ما هم عاملين بلس على بعض اهو عشان سايد واحد يبقى كانها 4 تايم 12 يبقى 4 تايم 12 هتعمل ايه؟ البلس بتاع دول اللي هي 48 مش هيطلب الخطوات دي كلها ده يطلب حاجه واحده بس وممكن يطلب حاجه زي الاي بكام؟ هتقول له 40 او 4 تايم 10 بس البي بكام؟ يطلب واحده بس 4 تايم 2 او تقول له ايه؟ طب لو جاب لك مساله زي كده هيقول لك تشوز مثلا هنا احط لك لتر اللتر ده بكام؟ طب ما ده احنا بنجيبه ازاي؟ ما هنا جايه من التايم هو خد هنا 150 يبقى عمل ال5 ما هي ال5 هتتضرب في ال30 وال5 هتتضرب في ال5 يبقى هنا 5 تايم 30 ايكوال 150 و5 تايم 5 ايكوال 25 يبقى انا فاهم ان الارقام اللي هتطلع هنا من ال5 تايم مره ال3 ومره تايم ال5 طب ما هنا بقى سهله يبقى 6 تايم مره 200 و6 تايم 50 اهو شوف انت اللي بتقول معايا اهو و6 تايم 4 طب هنا 6 تايم 200 بتنزل الاثنين زيرو وبعد كده 6 تايم 212 وهنا حسبها لنا و6 تايم 4 24 افهم بس الطريقه بتاعتها ازاي عشان لو جاي يقول لك الرقم ده كام تعرف تكتبه او الرقم ده كام تعرف تكتبه وهنا بيعمل بلس عشان يطلع لي التايم اللي هي تبقى 4 و2 تنزل و3 بلس 2 5 و1 طب لو مديني اريا موديل زي كده انا عايزك تعرف بس الشكل ده كده اتعامل معاه ازاي يعني انا هقسم 32 فوق طيب مش هتبقى هنا 30 وهنا 2 وهقسم 79 هنا 70 وهنا 9 طب هتقول لي لو انا اتلخبطت وعكستهم 9 و70 مفيش اي مشاكل او 30 و2 هنا 2 وهنا 30 مفيش اي مشاكل
ده هو ممكن يعمل لي دي كده ويحط لك ايه في واحده من دول، يقول لك الايه بكام، هنا طبعا تبقى كام في كام. ها ده انا هبص هورزنتال وفيرتيكال، هورزنتال يعني افقي وفيرتيكال يعني راسي، يبقى هنا كانها 70 تايم 30 وهنا كانها كام في كام. ايوه اسبقني انت بقى، 70 تايم 2 جميل، هنا كانها كام في كام 9 تايم 30 وهنا كام في كام 9 تايم 2 بس. والاساس بقى في المساله ان انا بحسب كل واحده من دول وبعد كده اعملهم بلس، ما يهمنيش الحل، انا يهمني تفهم الطريقه بنعمل ايه وبنطلع الارقام اللي هنا في الجدول ازاي. طب الديفايد يهمني اعرف الديفايد الاسامي بتاعتهم دلوقتي، ده اسمه ديفايدنت، الرقم اللي في الاول اسمه ديفايدنت، الرقم التاني ده اسمه ديفايزور، الانسر ده اسمه كوشن، الوان ده اسمه ريميندر. يبقى عندي ديفايدنت ديفايزور كوشن ريميندر. ممكن يجيب لي مساله زي كده هو هيحلها يقول لك ذا ديفايزور از، ديفايزور اللي بعد الديفايد، ذا ديفايدنت از الاولاني، ذا كوشنت از ده اللي بعد الايكوال على طول، ولو في ريميندر ماشي ممكن مساله يبقى ما فيهاش ريميندر. الوحده الثامنه والاخيره اللي هي اوردر اوف ماثيماتيك اوبريشنز، بيعمل ايه في الاوردر اوف ماثيماتيك اوبريشنز دي؟ بيحسب المساله، بس لازم نعمل ايه؟ نعرف الترتيب بتاعنا. الترتيب بتاعنا ايه؟ هتبقى اول حاجه براكتس او برانسيسز او اقواس، بعد كده بيعمل التايم والديفايد، بعد كده بيعمل البلس والماينس. يبقى برانسيسز تايم اند ديفايد فروم ليفت تو رايت، بلس اند ماينس فروم ليفت تو رايت. يعني ايه؟ هنا ما عندناش اقواس، خلاص هعمل له ايكوال، بقول له المساله بتاعتك بتساوي، هحسب مين؟ 1 بلس 6 وبعد كده تايم 7؟ لا، ده قال لي الاول ايه؟ التايم والديفايد، ولو عندك كذا تايم وكذا ديفايد اعمل من الشمال لليمين. يبقى 1 بلس 6 تايم 7 ب 42، احسب 42 بلس 1 يبقى 43. طب هنا هنعمل ايه؟ البراكتس الاول، يبقى انا هبدا بالبراكت 16 بلس 4 20 وانزل الديفايد 2، بعد كده نحسب العمليه 10. عايز تتاكد احسبها على الكالكوليتر بعد ما تعمل. طب هخش بالكالكوليتر الامتحان؟ لا، غير مسموح في سنه رابعه بالكالكوليتر في الامتحان، انما انت تتاكد من المساله ازاي لما تكتبها على الكالكوليتر. هنا هعمل بقى ايه؟ البلس الاول عشان ببدا من الاخر. ما قلناش ابدا من الاخر، احنا قلنا اول حاجه برانسيسز او البراكتس، ما عندناش برانسيسز او براكتس، اعمل تايم وديفايد فروم ليفت تو رايت، بعد كده خلصهم اعمل بلس اند ماينس فروم ليفت تو رايت. اول حاجه عند التايم، يبقى احسب التايم 16 بلس 13 ايكوال، احسبهم دول يطلع لك 29. في النهاية بنكون كده راجعنا على المنهج، قلنا سمري كده سريع عن المنهج عشان نفكرك بالحاجات اللي انت ناسيها وتراجع على المنهج كله. المنهج بسيط، راجعناه في وقت قصير. لو ليك اي حاجة اكتب لنا في التعليقات وان شاء الله نرد عليكم. ربنا يوفقكم وبالتوفيق، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، وربنا يوفقكم ان شاء الله ونسمع عنكم كل خير.